بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، نكمل ونواصل درسنا في مادة اللغة العربية. في هذا اللقاء إن شاء الله نأخذ درسا جديدا، وهو الدرس 20 من الوحدة الرابعة. طيب، عنوان هذا الدرس: لماذا يفضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟ طيب، قبل أن نقرأ هذا النص وهذا الدرس، اقرأ وفكر في هذه الأسئلة. تهيئة: فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. فكروا عن الإجابة وفكروا في إجابتي عن هذه الأسئلة الأربعة. من خلال هذه الأسئلة نعرف ونفهم ما هو مضمون هذا النص وهذا الدرس. طيب، السؤال الأول: ما أكثر المدن ازدحاما بالسكان في العالم؟ السؤال الثاني: ما المشكلات التي تكون في المدن الكبيرة؟ السؤال الثالث: لماذا يهاجر سكان الريف إلى المدينة؟ السؤال الرابع: أين يعيش معظم سكان العالم، في المدن أم في القرى؟ طيب، سنعرف الجواب على هذه الأسئلة من خلال النص. طيب، لماذا يفضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟ لماذا؟ سؤال عن السبب. ما هو السبب تفضيل الناس، أي اختيار الناس، اختيار بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟ لماذا يجعلون الحياة في المدن الكبيرة يعني مقدما ومفضلا على الحياة في القرية؟ ما هو السبب؟ طيب، نقرأ: يعيش في المدن الكبيرة مثل طوكيو ولندن ونيويورك والقاهرة ملايين الناس. طيب، يعيش، عاش، يعيش، معنى يعيش هنا يسكن، أي يقضي حياته وعيشه في المدن الكبيرة. يسكن ملايين الناس، عيشه وحياته في المدن الكبيرة مثل مدينة طوكيو ومدينة لندن ومدينة نيويورك ومدينة القاهرة. يسكن فيها ملايين الناس، ملايين جمع مليون، جمع مليون، مليون ألف ألف مرة، ألف ألف مرة، فملايين آلاف ألف مرة، آلاف ألف مرة. طيب، ويواجه سكان المدن الكبيرة مشكلات كبيرة. يواجه، يقابل وجها بوجه، أي قاوم يقاوم، مواجهة قابله وجها بوجه. ويواجه سكان المدن الكبيرة، سكان الذين يسكنون في المدينة أو المدن، سكان جمع ساكن، فجمعها سكان، الذي يسكن في المدينة أو في القرية. ويواجه سكان المدن الكبيرة مشكلات كبيرة، مشكلات جمع مشكلة، مردفها الصعوبة، مشكلات كبيرة أي الصعوبات الكبيرة. مثل ماذا؟ التلوث أي وسخ، الوسخ في الهواء أو في البيئة، تلوث البيئة أو تلوث الهواء، أي وسخ في البيئة أو الهواء، فصار الهواء غير نقي وكذلك البيئة غير نقية أو غير نقي. والجريمة الجناية، عمل سيء ارتكبها إنسان مجرم،
وبسببها يعاقب عليه، بسببها يعاقب عليه، مثل ماذا؟ السرقة مثلا، وشرب الخمر، كذلك قطع الطريق، كل هذه من الجرائم التي يعاقب عليها. والازدهام، الازدهام الامتلاء، الامتلاء، امتلأت السيارات في الشارع، أي ازدهمت وصارت مزدهمة، صارت مزدهمة. طيب، وبالرغم من هذه المشكلات، بالرغم أي ومع ذلك، أي ومع هذه المشكلات الكبيرة، يفضل كثير من الناس الحياة في المدن الكبيرة. يقدمون كثير من الناس، يجعلون الحياة في المدن الكبيرة مقدمة ومفضلة على الحياة في القرية. لماذا؟ لأن فيها المصانع، هذا هو السبب، لأن فيها المصانع. المصانع جمع مصنع، المصنع هو مكان الذي ينتج ويصنع فيه أدوات ما، أدوات ما بشكل كبير، والغاية من ذلك للبيع والشراء، للبيع والشراء. مثل ماذا؟ صناعة السيارات مثلا، وسائل المواصلات، السيارات والدراجات والقطار إلى غير ذلك، وكذلك إنتاج المأكولات من أنواع الأطعمة، كذلك المشروبات والملبوسات من الملابس واللباس الذي يلبسه الناس. والشركات، جمع شركة، جمع شركة، أي المكان الذي يجتمع فيه الناس في رأس المال، ثم بعد ذلك يتقاسمون على الأرباح، يتقاسمون على الأرباح. والجامعات، الجامعات جمع جامعة، جمع جامعة، وهي كما قلنا هي من المراحل التعليمية التي تكون بعد المرحلة الثانوية. طيب، والمكتبات، المكتبات جمع مكتبة، جمع مكتبة. والأسواق، الأسواق جمع السوق، جمع السوق، مكان الذي يبيع ويشتري فيه الناس. والمستشفيات، المستشفيات جمع مستشفى، جمع مستشفى، الذي يفحص فيه المريض ويعمل فيه الطبيب والممرض. وأماكن الترويع، أماكن جمع مكان، جمع مكان، أي محل. وأماكن الترويع، أماكن الترويع. طيب، نتوقف عند هذه الفقرة ونواصل إن شاء الله في اللقاء المقبل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.